بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. ما سأتحدث عنه اليوم يتعلق بما ذكر الأستاذ مجدي، البيئة السياسية. سأضيف إليها من عندي مصطلح وديكتاتورية المادة 28، لأنهم لهم ارتباط وثيق في ما سيحدث، ما حدث وسيحدث. الحقل الذي سأتحدث فيه انتخابات 2005-2010 وانتخابات ما بعد الثورة التشريعية أو مجلس شورى أو رئاسة، وما أثير حول تزوير الانتخابات لصالح مرسي. الشخص الذي سأتحدث هنا من نظرية التجسيد وليس للإساءة إلى شخصه هو سيادة اللواء رفعت قمصان، الذي زاملته في جهاز أمن الدولة الذي عملت فيه قرابة ربع قرن أو ربع قرن تحديدا، وزاملته فأنا آي ويتنس، شاهد عيان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما شهدنا يعني في حديثه، إذا رأيت مثل الشب محانا كنت عاوزه موجود بس هو مشي عمومية. أيوة بس هي متعلقة بشخص. لا أنا عاوز المنصة، لا أنا عاوز المنصة تدافع عنه. لو حضرتك مش عاوزني أتكلم ما أتكلمش. أنت سمعت تقديم ليك الأول كنت مشيت. آه. أنا قلت عليك أنت حد من اللي ترك الشرطة انحيازا للمجتمع المدني. أشكرك. وقدمتك بواقعك كرئيس مجلس إدارة لي. بس ينفع أقدمك وأنت غايب أمدح فيك، إنما ما ينفعش. لا أنا حضرتك لو مش. لا 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 مش بتناول حد. أنا بص حضرتك لو مش عاوز. لا لو مش عاوزني اتكلم ما اتكلمش خالص، ولو وقتي خلص خلص. يعني انا حريص بس ان انا القى المولى عز وجل، وانا يعني نيتي خالصه والحمد لله انا لم اقصر. بس بما ان جاء المناسبه لان اتكلم باستفاضه في هذا الموضوع ساتكلم، ودي شهاده للوطن. في التلفزيون المصري في قناه النيل الاخبار فوجئت وانا في احدى الحلقات بان تم قام المجلس العسكري بمد فتره خدمه اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات لمدة 6 أشهر، استثناء من قراره بعدم المد لأي ضابط شرطة، لأن الفساد في وزارة الداخلية كان في ناس قعدوا 5 سنين بعد السن ممن هم من حاشية حبيب العدل. فعلقت على الهواء وقلت هو رجل أخ عزيز وكان رئيسي في يوم من الأيام واشتغلت معه، لكن هذا يشي بأن النظام المصري ليس هناك ثورة، وأنه يعني وراء الأكمة ما وراءها. وأنا أخشى من هذا، إن هذا الرجل ماليش دعوة بشخصه، كان ضابط في أمن الدولة أرسل إلى الانتخابات إدارة العامة للانتخابات وزارة الداخلية التي كانت تشرف في فترة صفور النظام انتخابات 2005 و2010. فهذا الرجل مسؤول عن انتخابات 2005 التي زورت أو نصق فيها لصالح الإخوان في إطار المشروع الإخوة صهي وأمريكي. وهنا البيئة السياسية تلعب، هنا البيئة السياسية الخارجية، لأنه من 2003 في النادي السويسري في إمبابة أريد أن يكون الإخوان هم في هذا المشروع اللي بعد كده بقى اسمه كونستراكتيف انجيجمنت أو الارتباط البناء، اللي وصلهم للحكم في 2011 واللي الشعب المصري وجيش أفشلهم في 2013 وأفسر هذا المشروع. فكان هناك إرادة إلى أن يتم توزيع الدوائر، إخلاء بعض الدوائر لبعض رموز النظام كما قال الإخوان الوطنيين زي زكريا عزمي وأحمد عز، وكانت صفقة وهو كان مشرف عليها. ثم بعد ذلك جاءت انتخابات 2010 القشة التي قسمت ظهر البعير وكان مشرف عليها. ثم بعد ذلك قامت الثورة، فقلت أول حاجة هيعملوها زي ما احنا عاوزين نعزل أحمد عز نعزل كل من قام في هذه العملية المشبوهة. فإذا بنا نرى أن المجلس العسكري ذاته، وأنا قلت الكلام ده على الهواء ومنعت من التلفزيون المصري بسببها، مدله سنة ونص وعمل 3 انتخابات تاني وعليها معلش. الغريب بقى في هذا اللي انا هربطه بان هناك البيئه السياسيه غير موتية وحتى الان وحين اشعار اخر، وعلى الرئيس السيسي ان هو الذي يفصل في هذا، ان هذا الرجل كان مسؤول مكافحه الاخوان في جهاز امن الدوله. باكينام الشرقاوي والدها كان مسؤول مكافحه الاخوان في جهاز امن الدوله ونائب رئيس الجهاز. فانا الحقيقه انا مش فاهم، انا الرجل على العين والراس وصديقه، هو زعل مني لما انتقدته في التلفزيون المصري وكنت قلت له كنت عاوز يبقى موجود ويسمع، لكن هو ما عندوش دفاع في هذا وخليه يدافع او حد يدافع عنه. الموضوع ليس في مساله دفاع، مساله علامات استفهام. كيف يكون ضابط امن الدوله يكافح الاخوان ثم يزور ضد الاخوان ومعهم، وبعد كده يجي نظام جديد فهو مستمر برضه؟ طيب واحنا مع الاخوان ولا ضد الاخوان؟ يبقى هنا البيئه السياسيه بتلعب دور. وبعدين ما اثير حول تزوير الانتخابات لصالح مرسي والمطابع الاميريه ومنع الاقباط في الصعيد دفن، وهنا بقى ديكتاتوريه الماده 28 اللي ممكن لا قدر الله. فانا بقول لو في ضمانه اساسيه لان يكون هناك شفافيه بعيد عن كل اللي قلناه واحترامه واقدر واثني على كل ما قاله الجميع، فوجود هذا الرجل في هذه العمليه الانتخابيه يشوبها، لان هذا الرجل هو اللي زور معه وضده ومعه وضد،
وكيف يكون مسؤولا عن مكافحة ويساعد الإخوان في الوصول إلى سدة الحكم؟ أنا ليس هناك مسألة شخصية، أنا علامة استفهام. كل اللي قلناه ده كلام يصلح للأكاديمية، لكن في الواقع العملي إذا كان هناك عدالة انتقالية انتصار للثورة خلص وقتي. إذا كان هناك انتصار للثورة سيكون من العدالة الانتقالية ومن آلياتها الخمسة، الميكانيزم الانستيتيوشن ريفورم أو الإصلاح المؤسسي. فالإصلاح المؤسسي لازم في الآلة الإعلامية والأمنية، وهنا لغاية دلوقتي الاثنين شغالين بارالل في اطار ربنا يستر هيودي الوطن الى فين، والشباب محتقن، والشباب 44% من القائمه الانتخابيه. واحذركم، والسلام عليكم ورحمه الله. هيك على الحديث.